الرأي العام العالمي لم يعد يقبل تجاوز الدستور. نعم. وعدم احترام القواعد الدستورية. هذا ما عادش نجم تعيش حتى البلدان كما مصر معناها وكذا، معناها يتلز السيسي باش يغطيها ويقولوا بالسلطة متاعه، السلطة الدكتاتورية متاعه وسلطة العسكر، يقولبها هكا ويدهنها بشوية مكياج متاع ديمقراطية، في حين أنا هي ويعرفوه ولا تنطلي هاتي لا تنطلي هاتي على هذه الحيل على العالم. نعم. العالم المتقدم عاش يقبل، راه ما عاش يعطيك، راه ما عاش يقبل انه في تونس في المغرب العربي، ا دو با 50 كيلومتر من ايطاليا انه يكون هناك نظام استبدادي. ما عاش تمشي هذه، راه ما تمشي. وهذا قيس سعيد لازم يفهمها، وما عندوش وقت كبير باش يفهمها، معناها هذه حاجه اساسيه. ثم فما حاجه اخرى نحب نرجع لها، انا قلت لي على الحكومه. نعم. معناها على البطء في ارساح حكومه، في تشكيل حكومه. راهو ما ننساوش اللي قيس سعيد ما عندوش حزب، وعاده الاحزاب هي اللي تلقاها معناها تلقاها عندها رصيد من الكفاءات، تبدا محضرته الاحزاب على مر السنين. الا في تونس بالطبيعه المعارضه نتاعنا معناها جديده وتفاجات بال 2011، تلقاها عندها كفاءاتها، والكفاءات هذه تستعملها وقت اللي تمشي للحكم ولا تشارك في الحكم. قيس سعيد ما عندوش حزب، ما عندوش انكارني دادريس، ما عندوش انكارني دادريس فيه معناها فلان رجل الاقتصادي، فلان في العدل، فلان كذا. قيس سعيد راهو النجاح نتاعه في الانتخابات معناها نجاح اكسبسيونيل. اش معناها اكسبسيونيل؟ معناها مفاجأة كبيرة ياسر، لا تضاهي المفاجأة اللي صارت في إيطاليا عندما وقع انتخاب ذاك اللي يسميوها المهرج الكلون في إيطاليا، انتخبوه خارج المنظومة السياسية. قيس سعيد خرج خارج المنظومة، قيس سعيد تفاجأ نفسه بانتخابه رئيس الجمهورية، ما كانش ينتظر لا رصين سياسي لا تاريخ سياسي. فالآن تطلب منه أنه ينزل على الفلسة، ذاك يلزم يكون عنده حزب، يكون عنده إدارة، هذا اللي ما عندوش. لكن هو مسنود بجملة من الأحزاب السياسية اللي تعتبرها ربما جبهته، ولا هذا هو. نحكيه على حركة الشعب، نحكيه على التيار الشعبي، نحكيه على الوطن، نحكيه على حزب تونس إلى الأمام. هذه الأحزاب اللي اليوم قاعدة تدفع فيه، حتى ولو أنه قيس سعيد ما عندوش رغبة أن يكون دكتاتور، لكنه عنده رغبة باش يكون زعيم، هذا متفاهمين فيه، لكنه يدفع فيه لأن يكون دكتاتورا صغيرا. لازم تفهم الأحزاب هذه اللي ماش باش تربح شيء، حتى شيء من قيس سعيد، لأنه قيس سعيد في رؤيته الهلامية هذه متاع الحياة السياسية أنه الأحزاب هذه كلها فشلت، كلها بمعارضتها وبحكمها. لكن قيس سعيد، الأستاذ قيس سعيد لازم يعرف لحد الآن النموذج الوحيد متاع تنظيم الحياة السياسية الديمقراطية الأقل ضرر والأقل ضرر والأقل خيبة هو النظام الديمقراطي، نظام الأحزاب. ولا يمكن إدارة الحياة السياسية وإدارة الصراع السياسي في معناها بمعزل عن الأحزاب، ومنعزل على هذه الكيانات اللي اسمها أحزاب لحد الآن. لو تجيب معناها لو تجيب الفلاسفة بتاع العلوم السياسية وغيره، وفلاسفة بصفة عامة، يلقاو نموذج آخر، يلقاو نظام آخر معناها ويجربوه وكذا، يا حبذا هاتوا. أما لحد الآن يا سيدي يلزمكم تقبلوا بالنظام السياسي الذي يعتمد على الأحزاب. ويلزم الشعب لا 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 مش ما تخيبش أماله، يلزمه يفهم اللي الأحزاب هذه ضرورية. معناها نقولوا يا سيدي شر معناها نقبلوه، لأنه ما تمشي الحياة السياسية اللي بالأحزاب، والأحزاب هي اللي تأسس البرلمان. نعم. والبرلمان اللي توا واقف ومجمد، يا ناس نقولوا لهم راهو البرلمان مش على خطر فيه الناس هذوما اللي ماشيين، راهم ماشيين هكا ولا هكا، ماشيين بالانتخابات الجاية ولا اللي بعده باش يتغيروا، وباش تنضج الحياة السياسية، وباش تنضج الذهنية متاع السياسي التونسي اللي تفاجأ بالثورة واللي ما نجمش يديرها، واللي ريناهم نماذج متاع هذيا عبير موسي ومتاع سيادايا متاع حزب الشعب اللي ضايع فيها الكلهم، يطبحوا باش يكون يشد رئيس حكومة، وسيد شواشي حضر روحه ولبس كسوة باش يشد حكومة، لأنهم كلهم مساكن ينتظروا، لأنهم أحزاب صغيرة، أحزاب بسيطة لا تأملوا في النجاح في الانتخابات، لذلك تقول لك هذه فرصتنا باش ناخذ حويجه. نعم. من عند لكن لازم يفهموا انه البرلمان مش على خاطر برلمان،
لأن المؤسسات الدستورية الأخرى يا جماعة معناها وجودها رهين البرلمان. مؤسسة المحكمة الدستورية ما تنجم تخدم ما تنجم تتوجد بالبرلمان. نعم. مؤسسة محاربة الفساد ما تنجم تخدم البرلمان. فالبرلمان مش نحبوه هو بذاته وبالناس اللي فيه، لا، لأنه ضروري لإيجاد وإرساء المؤسسة. معناها اللي فهمت أنه منك دكتور أنه اليوم قيس سعيد في أزمة، اليوم في أزمة، لأنه وهذه مش ملاحظة حتى الأوروباويين وحتى معناها الملاحظين في الخارج يراوا أنه في ورطة، لأنه مش سهل أنك هك خذيت سيد الحكم واستفرت ومشيت للداخلية ومشيت وهددت وكذا، وبعد إيش بيك لحد الآن يا سي قيس؟ يا سي قيس لحد الآن ما تكلمتش على إرساء معناها نموذج اقتصادي ومعناها البحث على أسباب تعطل المشاريع الكبرى من 2010. إيش بيك ما حكيتش على المشاريع الكبرى؟ إيش ما حكيتش على الاقتصاد؟ إيش ما حكيتش على التنمية ونموذج التنمية الجديد؟ إيش بيك تحكي على بير القصعة؟ إيش بيك تحكي على البطاطا؟ ده مش هذا الاقتصاد، مش هذا إدارة الاقتصاد. حيت نفسك بناس معناها يا سيدي معارضين، ولكن لهم الخبره باش نعم. باش يدلوك وباش معناها يوجهوك نحو التو نحكيهم في امور تفاهات اللي ترضي الشعب، ترضي الشعب البسيط. ولكن وهذا ما قاله احمد نجيب الشابي اليوم، عجبتني كلمه قالها اليوم، يقول سعيد قد يجد نفسه في ورطه بعد شهر من الان، ويقول ان قراراته تعجب الناس، يعني هي قرارات شعبويه تعجب الناس ولكنها دون نتائج.